بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الرابع، Drag and Lift. كنا قد عرضنا في الحصة الماضية Flow over Cylinder. الحصة هذه إن شاء الله نبدأ في عرض Flow over Airfoils or Wings. يعني إيش؟ يعني السريان المائع على إيش؟ على أجنحة الطائرات. طيب، راح نشوفوا إنه الشكل هذا هو أساس الشغل أو أساس انسياب الهواء. فمثلا الشكل هذا اللي كنا نشوفه فيه الحين فيه أكثر من نقطة يلزم تعريفها، وهي تعريف جميع الأماكن في الجناح. بداية عندي leading edge وهي نقطة استدام الهواء بداية، trailing edge وهي آخر نقطة في الجناح. في عندي خط يجمع بين نقطة leading edge and trailing edge وهو ما يعبر عن ايش؟ chord line. ايضا عندي mean camber line وهو متوسط بين upper plate and lower plate، او ما يعبر عنه ايضا بايش؟ upper and lower surfaces، ياخذ half way. المسافة اللي تكون بين mean camber line and chord line تعبر عنها بايش؟ بكمبر. واخيرا وليس اخر عندي thickness وهو المسافة القصوى بين upper and lower surfaces. ايضا عندي chord C وهي المسافة بين ايش وايش؟ المسافة بين leading edge and trailing edge. لو اخذت ايضا الجناح، ولكن هنا ناخذ ايش؟ ناخذ اتجاه الهواء بهذا الطريقه. فعندي تعريف جديد اللي هو angle of attack. angle of attack يكون ايش؟ محصور بين ايش وايش؟ محصور بين chord line والاتجاه الهواء. يمثل لي angle تسميناها بايش؟ angle of attack. هنا فقط تذكيركم بالدراج فورس اللي كنا دائما تكون مع اتجاه الهواء، وليفت فورس اللي تكون عمودية على دراج فورس. تكبير هنا الرسمة عشان ايش؟ عشان نظهر انه ليفت فورس ودراج فورس هنا عموديين اول شيء. ثاني شيء الدراج فورس تكون نفس اتجاه الهواء وليفت تكون عمودية عليها، وريزلتن هنا يعني مجموع الليفت مع دراج. ايضا عندي هنا ايه؟ زي ما قلت angle of attack اللي سميناها هنا ألفا، تكون هي الزاوية بين اتجاه الهواء وكورد لاين بالنسبة للوينكس. هنا فقط أود أعطاكم بعض تأثير زوايا الهجوم أو angle of attack على إيش؟ على الوينكس أو أجنحة الطائرات. فهنا أخذنا الزاوية سالب 8 درجات. لاحظ هنا إيش؟ انه السهم هذا متوجه لتحت وهنا متوجه لفوق لكن بنسبة صغيرة. هذا يعني لإيش؟ يعني لهنا انه البرشر هنا كبيرة ولكن متوجه لتحت، وهنا صغيرة ولكن المتوجه لفوق. فالأجنحة هذه تساهم إيش؟ بإسقاط الطائرة او لا يسمح بطيران الطائرة او اقلاعها. اخذنا عند زاوية تساوي 4 درجات، لاحظ انه البرشر هنا كبرت ومتوجهة لفوق، وهنا متوجهة لفوق أيضا ولكنها ضعيفة. فهنا يولد لي left force اللي زي ما قلنا تسمح بطيران الطائرة، والزاوية لما بتزيد زي ما عندي هنا 10 درجات إيش يحدث؟ يحدث أنه هنا يصير عندي lower pressure، أكثر lower pressure، والpressure هنا تبقى إيجابية، فهذا يسمح بإقلاع الطائرة بداية. هنا نكون خلصت المحاضرة. إن شاء الله الحصة القادمة أود أعطاكم كيرف تسمح لي بحساب drag force and lift force بالنسبة لكل زاوية بحقة الوينكس. السلام عليكم ورحمة الله.